بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخوتي الأعزاء متابعي ومشاهدي القناة استكمالا لما بدأناه بالنسبة لمشروع تربية النحل وإنتاج العسل، سأقدم لكم في هذا الفيديو دراسة اقتصادية لمشروع تربية النحل لعدد 30 خلية نحل. تتضمن الدراسة التكاليف التأسيسية المتوقعة للمشروع والمصروفات السنوية المتوقعة والمردود المالي والربح الصافي للمشروع الناجم عن بيع العسل ومنتجات النحل خلال عام كامل. ونبدأ أولاً بالتكاليف التأسيسية وهي تتضمن تكاليف شراء صناديق النحل لتربية النحل وتكاليف شراء طوائف النحل، كما تتضمن التكاليف التأسيسية تكاليف شراء لباس العمل الخاص لتربية النحل وشراء الأدوات الضرورية لتربية النحل وكذلك تكاليف شمع النحل أي شمع الأساس والأسلاك والمسامير اللازمة لتجهيز الإطارات الخشبية لتثبيت ألواح شمع الأساس في الإطارات الخشبية. أولا نبدأ بحساب التكاليف التأسيسية واحد حساب تكاليف شراء ثلاثين صندوق تربية للنحل من خشب السويد أو ما يسمى بخشب الصنوبر وهو أجود الأنواع الأخشاب لهذه الغاية أي لصنع الخشب سعر خلية النحل طابقين مزودة بعشرين إطار وغطاء داخلي وخارجي وغذاية علوية من خشب السويد هو ستين دولارا للخلية فيكون سعر ثلاثين خلية نحل هو ثلاثين ضرب ستين دولارا يساوي ألف وثمانمائة دولار إذا كما تبين معنا فإن سعر ثلاثين صندوقا لتربية النحل هو ألف وثمانمائة دولار الآن سنحسب تكاليف شراء طوائف النحل لإسكانها في الصناديق والبدء في العمل. هناك عادة نوعان من طوائف النحل هما طوائف نحل صغيرة وتسمى بالطرود يغطي نحلها حوالي خمس إطارات منها ثلاث أو أربع إطارات حضنة وطوائف نحل كبيرة يغطي نحلها عشر إطارات منها سبعة إلى ثمانية إطارات حضنة وتسمى بأمايات النحل. وأنا أنصح بشراء أمايات النحل ولا أنصح بشراء الطرود وذلك لأن الطرود تحتاج وقتاً وجهداً لتقويتها لجمع العسل، لذلك قد يفوتكم موسم العسل للسنة الأولى بينما الأميات يمكنها إنتاج العسل بعيد شرائها فلا يفوتكم إنتاج العسل من السنة الأولى، لذلك أنصح بشراء الأميات بهدف إنتاج العسل وتحقيق الربح من السنة الأولى، ويتم حساب كلفة شراء طوائف النحل الكبيرة أو الأميات بالشكل التالي. سعر امايه النحل مكونه من عشر اطارات يغطيها النحل منها سبعه الى ثمان اطارات حضنه مغلقه ومفتوحه بسعر مئه دولار لذلك يكون سعر ثلاثين امايه لتعبئه ثلاثين صندوقا هو ثلاثين ضرب مئه دولار ويساوي ثلاثه الاف دولار اذا اخوتي الكرام بعد حساب تكاليف شراء طوائف النحل هناك تكاليف اخرى مثل تكاليف بدلة تربية النحل مع قفازات وحذاء خاص بسعر 40 دولارا وتكاليف شراء ادوات تربية النحل من مدخنة وفرشاة وعتلة وغيرها ايضا 40 دولارا كما يلزمنا شراء فراز عسل كهربائي شواعي بسعر إجمالي أربعمائة دولار وهو ضروري لفرز العسل ويلزمنا شراء منضج للعسل عبارة عن برميل من ستانلس ستيل بغطاء وحنفية لوضع العسل فيه سعة مئتي لتر بسعر مئة دولار يلزمنا من هذا المنضج إثنان بسعر إجمالي مئة ضرب إثنان يساوي مئتي دولاراً كما يلزمنا شراء رقائق شمع مطبوعه لوضعها في الاطارات الخشبيه سعر الكيلوغرام هو 8 دولارات يلزمنا 25 كيلوغراما بسعر اجمالي 200 دولار ويلزمنا اسلاك لشدها في الاطارات لتركيب شمع الاساس بسعر اجمالي 20 دولارا وبالتالي فانه يكون مجموع التكاليف لشراء لباس العمل في تربيه النحل وشراء أدوات لتربية النحل وفرازة لفرز العسل وبرميلين لوضع العسل وإنضاجه وشمع أساس وأسلاك لتثبيت الشمع في الإطارات المبلغ 900 دولاراً وبالتالي يكون مجموع التكاليف التأسيسية لمشروع تربية نحل عدد 30 خلية نحل هو المبالغ المالية اللازمة لشراء صناديق النحل وطوائف النحل ولباس لتربية النحل وأدوات تربية النحل من فرازة عسل وبرميلين لإنضاج العسل وغيرها هو كالتالي 1800 دولار زائد 3000 زائد 900 دولار يساوي المبلغ 5700 دولار وهو المجموع الكلي للتكاليف التأسيسية للمشروع الآن إخوتي الكرام ولحساب الأرباح الصافية لا بد من حساب نسبة التاكل في راس المال وهو التاكل الناجم عن اهتلاك صناديق وادوات النحل وهو 10% بالنسبة لكلفة الصناديق اذا اعتبرنا ان عمر الصناديق هو 10 سنوات وهو ايضا 10% بالنسبة لادوات تربية النحل ولشمع الاساس وبالتالي تكون قيمة التاكل السنوية براس المال والتي يجب حذفها من المردود المالي السنوي هي واحد بالعشرة ضرب سعر صناديق التربية زائد سعر أدوات التربية وتساوي واحد بالعشرة ضرب 1800 زائد 440 ويكون المبلغ الإجمالي هو 224 دولارا الآن إخوتي الكرام لحساب الأرباح السنوية الصافية لا بد من حساب المصاريف السنوية وهي تشمل مصاريف التغذيه بمحاليل سكريه في فصل الخريف ليخزنها النحل ليتغذى عليها شتاء وهو امر ضروري جدا لبقاء طوائف النحل على قيد الحياه في الشتاء وايضا للحفاظ على قوتها ونشاطها لجمع العسل في الربيع والصيف كما تشمل المصاريف السنوية مصاريف ترحيل النحل إلى مراعي الأزهار وتشمل أيضا العلاجات والفيتامينات للوقاية من الأمراض والحد منها وتشمل الأدوية اللازمة للحد من حشرة قراد النحل أو ما يسمى بالفاروا لحساب تكاليف التغذية السنوية على أساس أنه يلزم 10 كيلوغرام من السكر لتغذية كل طائفة في الخريف لذلك فإن كمية السكر اللازمة لتغذية 30 خلية هي 300 كيلوغراما وباعتبار سعر الكيلوغرام من السكر هو 7 بالعشرة دولار يكون سعر 300 كيلوغراما هو 7 بالعشرة ضرب 300 ويساوي 210 دولارات وهي المصاريف اللازمة لتغذية النحل سنوياً نضيف إليها مصاريف العلاجات والترحيل إلى المراعي ومصاريف فيتامينات ومكملات غذائية وهي تقدر بالسنة بالنسبة لثلاثين خلية بحوالي ثمانمائة دولارا وبالتالي يكون مجموع المصاريف السنوية هو 800 زائد 210 دولارات نضيف إليها أيضا 90 دولارا هي مصاريف صيانة للخلايا الخشبية فيكون مجموع المصاريف السنوية هو 1100 دولارا الآن لحساب الأرباح الصافية لا بد من حساب المردود السنوي المتوقع بإذن الله تعالى المردود المالي السنوي هو مجموع الواردات المحققة نتيجة بيع العسل المنتج وغذاء ملكات النحل المنتج وطرود النحل المنتجة خلال سنة ويحسب كما يلي يحسب المردود المالي الناجم عن بيع العسل باعتبار أن كل طائفة تنتج سنويا كمية عسل تبلغ ثمانية كيلوغرامات بشكل وسطي في الدول العربية، فيكون الإنتاج الكلي المتوقع لثلاثين خلية هو ثمانية ضرب ثلاثين، ويساوي مئتان وأربعون كيلوغراما من العسل خلال السنة. وباعتبار أن سعر الكيلوغرام من العسل يبلغ ستة عشر دولارا بشكل وسطي بين الدول العربية. يكون المردود المالي للعسل المنتج هو 16 ضرب 240 ويساوي 3840 دولارا في السنة الآن حساب المردود المالي الناتج عن بيع الغذاء الملكي المنتج باعتبار أن كل طائفة تنتج 10 جرامات من الغذاء الملكي فتكون كمية الغذاء الملكي الكلية المنتجة من 30 خلية هي 300 جراما وباعتبار أن سعر الغذاء الملكي في الدول العربية يبلغ واحد دولار بشكل وسطي للجرام فيكون المردود المالي الناتج عن بيع الغذاء الملكي المنتج هو 300 دولارا وذلك وسطيا خلال السنة ويمكن أن يزيد عن ذلك حساب المردود المالي الناجم عن بيع طرود النحل المنتجة حيث يجب تقسيم طوائف النحل للحد من التطريد الطبيعي وما له من خسائر وأيضا الحصول على طوائف جديدة لتكبير المشروع أو لبيعها وجني مردود مالي من عملية انتاج الطرود حيث يمكن انتاج 30 طردا من 30 طائفة خلال العام وباعتبار سعر الطرد وسطيا في الدول العربية هو 50 دولارا عندها يكون المردود المالي المتوقع من بيع طرود المنتجة هو 50 ضرب 30 ألف دولارا خلال السنة ويمكن أن يكون ضعف ذلك المبلغ وبالتالي يكون المردود المالي الكلي الناجم عن بيع المنتجات هو 5640 دولارا في السنة وقد يتفاوت هذا المبلغ من بلد لآخر لاختلاف كميات العسل المنتج وأسعار المنتجات من بلد لآخر من بلادنا العربية أخيراً نقوم بحساب الأرباح الصافية: الأرباح الصافية هي المردود المالي السنوي الناتج عن بيع المنتجات مطروحاً منه المصاريف السنوية والتآكل المالي السنوي الناجم عن اهتراء الصناديق وأدوات التربية والشمع وتجديد الشمع. وبذلك يكون الربح الصافي السنوي هو 5640 مطروحا منها مجموع 1100 زائد 224 ويبلغ 4316 دولارا وهذا بشكل وسطي اي يمكن ان يزداد عن ذلك او ينقص وبالتالي تكون نسبه الربح السنويه بالنسبه لراس المال الموظف هي الربح الصافي السنوي 4316 تقسيم التكاليف التأسيسية السنوية التكاليف التأسيسية للمشروع ويمكن حسابها بالشكل التالي نسبة الربح السنوية لمشروع 4316 تقسيم 5640 وتبلغ 76.5% ونصف في المئة وهي نسبة جيدة جدا كما تلاحظون ويمكن زيادة الربح مع السنوات بتقسيم الخلايا وزيادة عددها وبالتالي زيادة الإنتاج وهكذا لاحظتم إخوتي الكرام من خلال هذه الدراسة أن مشروع تربية النحل مشروع مربح ومفيد ويمكن اتخاذه كمهنة لكسب الرزق والتعويل عليه لكسب المعاش. في نهاية هذا الفيديو ارجو ان يكون الفيديو قد حاز على اعجابكم إذا اعجبكم الفيديو ارجو الضغط على اشاره لايك وسبسكرايب للاشتراك في القناه لمتابعه كل ما هو جديد لنا من مقاطع وايضا لمتابعه فيديوهاتنا القديمه وكذلك تشجيعا لنا لاعداد المزيد من الفيديوهات إلى ان نلتقي في فيديوهات قادمه بإذن الله عز وجل بامان الله وحفظه استودعكم والسلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته